انسحاب المرتزق الأتراك من تل الطوقان. الاحتلال التركي ينسحب من تل الطوقان غربي أبو ظهور 7/2/2020. طبعا هاي الدبابة لنا، هاي الدبابة موجهين نحن عليهم في حال بدهم يتخنزروا مشان نتعامل معهم. يعني هون أكثر من أتوقع شي 50 مصفحة مع عدد بي إمبيات كله واضح بالفيديو عم ينسحبوا. إن شاء الله ما بيبقى ولا مرتزقة ولا نفير منهم في سوريا، راح تطلعوا عاجلا أو آجلا. هاي مسلح هيك كنتوا تتغنوا بتركيا ليكي ليكون، ها عم ينقلعوا مثل الكلاب. هاي رتل تركي كامل أكثر من 60 آلي. طبعا ما قدرنا نقرب نصور اكثر من هيك لانه بيتحسسوا حساسين ما شاء الله. طالعين لجد اردوغان. الاحتلال العثماني يهرب من ضربات الجيش العربي السوري 7/2/2020.